قلت لهم روقوا شوي يا شباب، هذا صاحبي. قالوا لي انت اسكت احسن ما نلمك معه. قلت له شو شايفني بالارض لحتى تلمني؟ ليش شو عمل؟ ما بعرف شو بحب يلم. تايم تايم شو عمل؟ كمان ما بعرف، الله يستر ما يكون عامل شي ضرب ومغطس حاله. مش قلت لي صاحبك؟ هي صاحبي، بس حدا بيعرف صاحبه شو ممكن يعمل هالايام. قلت له اوعى تقرب على البيت وجرب تعنيم عندي هالفتره شي 5 سنين. شو 5 سنين؟ هي بيوفر اجار وهيك بعد 5 سنين بيكون ميت الحمار خلاص. بس هلا كل اللي بيهمني انه يطلع انك تطير الان علي ماني عارف شو بدي اعمل. مشان هيك كنت بدي اشوف وحده منكم انت او ست نور. هي. اي 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 بعد من عندك. ايه ببعد بس لحتى احكي هالكلمتين مع الست ميرا. نورا نورا من شوي قلتي لي ميرا. هي قلت لك بعد، احلى ما تاكل مني عصا ما تلاقي من يلمك. شو بكون كلكم بتلموا؟ وينوي هيدا كتيم يا تيم. بدك تعلي صوتك شوي اكثر ستنا لحتى يسمعك. من هون للمغفر. بالمغفر؟ ليه؟ صاحب المعتر ما بيعرف، جرب يفهم منه شي دفشوه. ما عم بفهم ليه اخذوه، ما بيأذي نملة بحياته ما قرب صوب حدا. طب ليه ما اتصل؟ معه تليفون يكونوا قشطوية. وصاحبه ليه ما اتصل؟ ما معه تليفون مشان هيك اجا. طيب ويجي قبل؟ كان خيفان معطر. وهذا اللي معطر بدي افهم منه شو صار. قولي له بدي احكي معه. ما عم بفهم كيف بياخذوا العالم هيك بلا ما حدا يدرى فيهم. ميرا قولي لي بفوت لعندي. شوفي اختفى تايم. احكيلي الصراحة، انتي نورة أو ميرا؟ تعا معي، ست بدها تشوفك. لوين؟ لجوا. لا دخيلك، تايم منبه علي ورا بالباركينج وما فوت على الحمام جوا. يعني مش ضروري تفوت على الحمام. ها ضروري، صار ترم. الست عايزتك، بدها تستفهم منك عن تايم. ما في. ما تخاف. لا مش هيك، إنه كتير مزحوم ولما انحشر كتير بهرب الأرض بصير بدها تلمني ولا موسم لم. فوت شوي. ما في وصاني تايم حتى ما عمل له مصيبة. ودي